مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا صوم وتصحوا على قناه تي في صوت العرب من كندا. معنا الدكتوره داليا وائل مره ثانيه كما وعدناكم. عم بصور تيك توك يعني، اعذرني، كمل كمل معك. الدكتوره داليا، اتذكركم مره ثانيه، الدكتوره داليا كانت معنا في حلقات سابقه وانتم طلبتوها معنا. دكتوره داليا على التيك توك اللي هو دكتوره دي ار دوت داليا فيفيد، والاسم اللي موجود وراها اسم العياده اللي موجوده في اربد الاردن. اهلا وسهلا فيك دكتوره داليا وشرفتينا. اهلا وسهلا فيكم، خلص احنا صرنا عائله واحده، فيش داعي للمقدمه. امبارح عملتي لنا ترند، انت كل الصبايا اتصلوا فيا وقالوا لي لازم تجيب الدكتوره داليا، العيد قرب، الصيف قرب، وبدنا نغير لون البشره لبرونزاج، نعمل بس بشكل صحي وبدون ما نأذي بشرتنا من اليو في والشغلات هاي والمصاري، طبعا تعرف قديش بتكلف. اكيد فنحن كلنا اذان صاغيه لك يا دكتور. اول شيء ما قلت لي نعيما دكتور. طب ايش الشعرات الحلوات؟ صحيح اللون متابعينك كل اهل العرب من كندا، غيرت اللوك، هلا لازم ملاحظين هلا طالع موديل كريزي، فقلت خلص اي وونت تو بي كريزي دكتور، فهاي مو صبغه يعني اللي حاب يعرف. هلا بحكوا هاي اختياره، قد ما بحبش كثير بالامور، علمتني صبيه كيف اخذ الوان الكريزي، الاحمر، الفوشي، الازرق، الاخضر، هذا الاشياء اللي نازله جديد كثير ترند هلا على تيك توك كمان. حتى في صبيه اسمها شروق عندكم بكندا كثير مشهوره بالوان شعرها، مظبوط صحيح. هلا اللون هذا بماده اسمها قرمز من العطار، اوكي، هيك قرمز بيجي حجر صغير في كل الوان الكريزي، طحنتها حطيتها ببلسم واخذت هذا اللون. طبعا بتستني عليه لحديت ما تشوفي انت اللون، هو بيكون مثلا بينك، بتجيب البينك قد ما استنيت اكثر بصير بينك غامق، فبيعطيك اللون اللي صار نفس لون البلسم. بتحطي هذا بس يعني 5 مرات حمام بروح، يعني هذا سحل، تخيل من امبارح يعني انا بجهز حالي للعيد واكون فريش، فهو بسحل بسرعه، فبضلك محافظه على شعرك وبيغلف الشعر وما باذي كل الناس. عشان تاخذ هذا اللون بيعملوا العجايب دكتور جمال، بيسحبوا لون شعرهم وبعدين يعني امور الشعر بتهتري، فهذا يعني شيء كثير بسيط، وبلسم كمان بيحافظ على الشعر وبيعطيك لون هيك لون كريزي وبيروح مع الحمام، يعني تستمتع فيه لشهر، ممكن كل شهر تغيري. فنرجع على موضوعنا صحيح. Very nice. Very nice. Yes. هلا شوف، بالنسبه للصبايا حبيبات اللي حابين نعمل تان، كذا شغله بدناش نعملهم وكذا شغله بدنا نعملهم، إذا التزمتوا فيهم أنا بأكد لكم رح تاخذوا لون كتير حلو وتكونوا مبسوطين عليه، واللون اللي رح تاخذوه الماكسيمم تأكدي إنه هذا اللي بيلبق لك، ما تحاولوا تصيري أكثر من هيك. يعني إذا أنت يعني هلا مثلا في شغلة، خلينا نحكي أول شيء بتسلسل، تسمير بالأجهزة لو سمحتوا لا لا، تسمير بالأجهزة بيعطي لون كتير حلو، بيعطي لون سريع، في صبايا بيحبوا يروحوا على البحر جاهزين او يعني يكونوا اوريدي لونهم حلو او بيكون عندهم مناسبات سريعه حابين يعني ياخذوا هذا اللون، فشو بيعملوا؟ بيضطروا يروحوا على اجهزه التسمير. اجهزه التسمير لا ابدا ما تقربي عليها، كثير خطيره وبتحفز الخلايا انها تتكاثر وتغير شكلها، ممكن نوصل للسكين كانسر يعني سرطان الجلد لا سمح الله. اوكي هذا اكس. شغله ثانيه اللي بيحكي لك انه اذا بتحطي واقي شمس ما بتاخذي لون، كذاب. واقي الشمس فيه اس بي اف معينه، يعني فيه اس بي اف 30، فيه اس بي اف 50. هلا انت لما بتحبي تتسمري يعني تسمري بتاخذي الاس بي اف القليل بتحافظي على بشرتك بتاخذي لون، هيك الفكره. ما بتحبي بتروحي على البحر بس ما تاخذي لون، بنحط الاس بي اف اللي عالي، بس ما نحط اس بي اف بالمره، هذا غلط. الاس بي اف لازم ينحط على كل جسم قبل اي تان اويل، يعني قبل اي زيت للتسمير. هذا اول شيء نعمله. اوكي فانتهينا. اجهز تليفونكم لو سمحتوا، ما بقدر. هلا بالنسبه لاجهزه التسمير لا، بالنسبه لموضوع ما نستخدم واقي الشمس كمان لا، فبنعمل اللي حكيت لكم عليه اللي هو نستخدم واقي الشمس. هلا تايم اويل في كثير زيت التسمير جاهز تمام، بيكون بالصيدليات بمراكز التسوق، نحاول ننتبه انه اي تان اويل بدنا ناخده يكون معلش يعني انتبهوا على المكونات، لازم يكون فيه اس بي اف فوق الاس بي اف اللي انت حطيتيه، بتجيبي تان اويل فيه اس بي اف
اوكي. هلا في خلطات هذول بنحكي عن الجاهز، الجاهز بتوقع كلهم موافق منهم اف دي ابروف، فما حدا بفوت على بلدك او بلدي الا ما يكون موافق منه اف دي ابروف، انه يكون فيه نسبه حمايه اكيد بنعمله دراسات عليهم. فبالنسبه ل زيت التسمير الاصطناعي اللي موجود بالصيدليات عادي ممكن تستخدميه، بس تستخدمي قبله زيت التسمير. تمام، بدك تعرفي شغله اذا التزمتي فيها وحطيتيها براسك شب او بنت، ما في اشي بيجي بيوم وليله، مش سحر. تمام اوكي، انت حابه تسمري حالك بطريقه صح، تمام، بتروحي على يعني بتسمري حالك بالتدريج. يعني الواحد لما بده يحصل على نتيجه ما رح يحصل على نتيجه من اول روحه على البحر ولا من ثاني روح، بدنا نصبر. اوكي، في شيء كثير مهم بدنا نعمله بعد التسمير. انا رحت على البحر وخلصت، بعد التسمير، بعد التسمير بدنا نحاول نكون كثير لطيفين بالتعامل مع جسمنا، ما نستخدم ليفه خشنه، لانه اصلا بيكون البشره مهلكه من الشمس ومن الزيت، فاحنا رح نجرح بشرتنا واحنا مو حاسين على حالنا اذا استخدمنا الليفه اللي بتكون خشنه شوي. نحاول بس نستخدم المي والشامبو بايدينا، تمام، لازاله الاويل. بعد هيك نستخدم مرطب، ما بننسى ان المرطب كتير مهم، وبعد المرطب اس بي اف، واقي شمس بعد المرطب. اوكي، هيك انا بكون عم باسس لون بس بنفس الوقت عم بحمي بشرتي. هلا شو اللي بصير معي؟ بروح مره مرتين ثلاث، بعد المره الثالثه المفروض يصير في تقشير للجسم، لانه هلا انا لما بحرق الجلد في يعني كثير، انا متاكده صبايا بيعانوا لانه انا خبره بهذا الموضوع قد ما عانيت منه، كثره التشميس باول مره وثاني مره عشان تكسب تسمير اسرع بتحرق جلدها، فبصير الجلد يقشر. عشان ما يقشر الجلد حكيت لكم حمام بهدوء وترطيب، ترطيب ترطيب عالي. هلا اذا قشر، حدث وصار وقشر، بنجيب زيت زيتون سكر وبالحمام بنقشره بهدوء، تمام، بنضلنا محافظين على بشره ناعمه لون حلو، حتى بس نقشر بيعطي لون حلو. اوكي، في كتير موضوع لازم ينتبهوا له الصبايا بالنسبه للتسمير. بدنا نفهم شغله، انا بوصل للون معين ما في داعي اني انا انافس مثلا زميلتي، بشرتي غير عن بشرتها، لانه بتصير معي كثير صحبات تزعل انه صاحبتها اخذت لون اكثر منها مع انهم نفس المرات راحوا. ما تحاولي تروحي تجيبي اشياء تبعت التسمير، في رشاشات تسمير صح، هاي مؤقته بيرمننت، اذا كان واحد عنده مناسبه كذا ما بنصح فيها، ما بنصح فيها بالمره. يعني في كثير صابتهم اكزيما، في دراسات حكت انه يعني خلينا نحكي نسبة منيحة بتسبب أكزيما على المدى البعيد، تمام، وبتسبب تصبغات بالجسم. مش انت هلا سبحان الله لو تجيب الوقت، انت بتجيب مثلا كل يوم تجيب قلم اسود وتضلك تعلم على جلدك، تطلع على جلدك بعد ما بدك اياه يروح تحسه مضله معلم. فانا لما اضلني اسمر 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 صبغة المني اللي عندي رح تاخذ بعد التصبغات، وممكن نحصل على تصبغات متفرقة بجسمنا زي البقع، يعني بتصير زي البقع. هذا الاشي اكيد ما حدا بحب يصير عنده، وخصوصا بالظهر لان منطقه الظهر حساسه وبتاخذ لونه بسرعه، فبصير يعني رح تدخل بدوامه انك لما بدك تروحي على الشمس مثلا حالك تحت الشمس في بقعه لازم ينحط عليها واقي شمس، وفي بقعه لازم عشان نوحد اللون، ففيش داعي تدخلي بهاي الدوامه. من اول حافظي على بشرتك، ابعدي عن اجهزه التسمير، ابعدي عن مواد التسمير، التزمي بالاس بي اف اول طبقه واخر طبقه. واضح. طيب دكتورة، هل في عندك أي نصائح أخرى قبل العيد للصبايا غير البشرة والشعر؟ شوفنا الشعرات الحلوات والبشرة الحلوة، تفضلي. عندي شغلة كتير مهمة، تمام، ما ذكرتها للناس اللي ما بدهم يشتروا تان طبيعي، بدهم يعملوه بالبيت، تمام، نستخدم زيت جوز الهند، بنبرش خيارة مية الخيار، مية الجزر سوري، يعني بنعصر جزرة ومية الجزرة مع زيت الزيتون مع ماء الورد، رائع رائع. عيديها، عصير الجزر مع عصير الجزر زيت الزيتون، زيت جوز الهند مع ماء الورد، بيعطي نعومة، اللون الذهبي هذا البنات اللي كلهم بيحبوه أكيد، مش اللون السواد. نبعد عن زيت الزيتون للتسمير، نبعد عن الفازلين للتسمير، كل هاي أشياء معتقدات بحرق حرق، يعني لون اسود، لون كحلي، ما رح اوكي. خلينا البنات بيحبوا اللون الذهبي، فالجزر بيعطي هذا اللون،
تمام، مع زيت جوز الهند ترطيب عالي. حتى اذا بعد الـ بعد الـ بعد جلسات التسمير قلت لك لازم نرطب جسمنا، ترطيب جسمنا ممكن يكون كتير سهل. بنجيب علبه فاضيه فيها رشاش اذا فضيت عندك، بنحط فيها زيت زيتون شوي اوكي وماء الورد كتير، وبنخلطه وبنضل نرش على حالنا حتى على بشرتنا، بيعطيك انتعاش وترطيب عالي طول الوقت. يعني خليها بشنطتك دائما تكون هيك صغيره. يعني انت عطيتيهم اشي طبيعي ورخيص، يعني موجود تقريبا في كل منزل ممكن. يا بجنن يا بجنن عن جد رائع. يعني والله انا بدي اجربها، خلاص نسمر حالنا شوية. تعرفي احنا هون في مشكلة عندنا في كندا، لانه بالشتاء ما بتطلع وما في شمس كتير، فما بتشعري انه جسمك عن جد اخذ هذا اللون الحلو. واتوقع هاي مشكلة عند كثير من الشباب والسيدات سواء بغض النظر. يعني صحيح. دكتورة داليا، يعني احنا اول شيء نتمنى لك كل عام وانت بخير ان شاء الله. ايامك تكون، او بشكرك كثير على الحلقات الرائعة اللي سويتيها معنا، وبتمنى ان شاء الله نشوفك بعد رمضان او في حلقات ثانية ان شاء الله. وكل عام واهلنا في الاردن في اربد باهل خير بألف خير. بذكر الجميع ان الدكتورة داليا عندها عيادة اسمها فيفيد، موجودة في منطقة مدينة اربد في الاردن. اللي حابب يزورها بس يحكي كنار تي في، واكيد حتعطي ديسكاونت كويس لكل المتابعين. نتمنى. انا دكتور جمال، المتابعين عندي عم منتظروا الحلقات بفارغ الصبر. انا شايفه حالي وبقول لهم انا عم بعمل برنامج اسمه صوم وتصحوا، تابعوه. الكل عم بستنى، يعني كل حلقه بستنوها فارغ الصبر، يعني حلقه بحلقتها. عرفت كيف؟ هذا الاشي، يعني انا هيك عم بشوف حالي على اساس اني انا صرت متشرف فيك يا دكتوره، متشرف فيك. مره ثانيه نشكر الدكتوره داليا على وجودها معنا وعلى المعلومات الرائعه اللي اعطتنا اياها اليوم. نتمنى لكم اواخر رمضان تكون مباركه عليكم. امين. قرب العيد بنقول لكم كل عام وانتم بخير، سلام للجميع. يعطيكم الف عافيه. الى اللقاء.